لسه الكلام ما خلصش عن محمد صلاح، معانا خبر جميل تاني عن قائد منتخبنا واللي تواجد في قائمة أفضل 100 لاعب في موسم 21-22 واللي أصدرتها صحيفة ماركا الإسبانية. احتل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي المركز الرابع وتصدر القائمة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم وقائد ريال مدريد، ووجه بعده لاعبي ريال مدريد حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي فينيسيوس جونيور، وبعدها محمد صلاح في المركز الخامس، ويأتي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ثم لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد في المركز السابع، واللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، واحتل ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونخ المركز الثامن في القائمة، ثم فان دايك مهاجم ليفربول، ثم السنغالي ساديو ماني مهاجم الليفر سابقا وبايرن حاليا. وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة جدا باستبعاد البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ميسي خارج المراكز العشر الأولى. رونالدو احتل المركز 21، أما ميسي جه في المركز 26. لسه برضو كلامنا عن صلاح مخلصش، واللي ما اكتفاش بالتواجد في المركز الرابع في قائمة الأفضل وفقا لصحيفة ماركا